شو هذا بطل؟ هذا كمبرسر؟ ايوه هذا كمبرسر. واحد طن 410. بطل وجيب لي متر خلي اشوف قياس. جري 410. جيب لي متر. والله خاف يركب ما يركب يشوف. بطل اذا ما ركب برجع لك اياه. اهم شيء عرفت، اهم شيء قاعده يجي ما يشيل سبيس زياده. حلو ايوه. جيب لي متر. اوه تقول لي رجل صغير ورجل صغير ورجل صغير. زين شوف يا مدير يا ارباب حبيبي معلم، انا بشيله بيودي ما يركب، بيركب داخل بيشوف هذا يجي صغير ولا اذا يجي معلوم. انت رويتك انا صوره صح مال الشيت هذا. ايوه هذا نمونه هذا نمونه. اهم شيء رجل مال هو ما يجي برا يعني داخل قاعده. مال هول انا يقدر يسوي مال جديد برغي ما في مشكله. عرفت ولا لا؟ اهم شيء ما يجي برا. هذا كيف رجل مال هو فوق ليش ودي سما؟ ليش منشان يجي تحت كمبرسر؟ هذا ودي هذا هو الصبي ستنشن كوبي مال هيتاتشي ماله. ايوه خلاص اوكي اجري ولا ما في اجري؟ معلوم معلوم كلام ما مدير. ايوه اهم شيء انا عندي ما يطلع برا يعني يمين يسار ممكن. هو شوف مال انا يركب هذا نمونه، هذا لازم ما يجي برا هذا طرف صح. آه هذا اوكي كذا ما في مشكل اذا هذا ما يجي تاتش مال حديده. ايوه السلام عليكم حبايبي المتابعين. طبعا هذه الوحده الاو جنرال الواحد طن، ومثل ما شفتوا ان ضاغط في بداية المقطع. راح احاول صراحة اشوف هل بالامكان تركيب الضاغط هذا. الضاغط مثل ما تعرفون ضاغط 410 واحد طن. عندي هني القاعدة الاساسية وايضا فيه صراحة المكان القاعدة الثانية. المهم في هذا الضاغط صراحة انه ما يطلع عن القاعدة هذه يعني ما يتجاوز الغطاء هذا. زين هذا الغطاء لازم انه اول شيء اثبته وبعدين اشوف. زين راح اركب له برقية الحين، برقي فوق برقي تحت اساس انه فقط يثبت، وبعدين راح اجيب الضغط ونشوف الوضع. وايضا ممكن اخلع هذه القواعد اساس اشوف لي طريقة إذا هل راح يثبت معي القاعدة أو يثبت معي الضغط أو لا.
الضغط راح يكون صراحة أفضل بديل، لأن على الرغم من أنه راح تواجهنا مشكلة هني مشكلة هني، لكن في الخلف ما راح تواجهنا مشكلة لأن فتحة موجودة، في فتحة هني طبعا هذا المسمار قصيته، في فتحة هني راح يركب فيها وتركب فيها هذه القاعدة. تبقى عندنا صراحة إشكالية القاعدة هذه، الضغط ما راح يطلع برا زين، يعني راح يكون داخل داخل الغطاء. ممكن فقط نفتح للغطاء هني شوية، نفتح له ما عندنا أي مشكلة صراحة، وأيضا نفتح له هني، وراح أركب له صراحة قاعدة، أوديها المخرطة أركب له قاعدة ثانية هني زين، وأيضا قاعدة ثانية هني، والأمور إن شاء الله راح تكون طيبة، راح نتمكن من استخدام هذا الضغط قاسوس 410، وحطان هذا الموديل ماله طبعا اكس كيو، لا لا كيو اكس اي اتش سي 136 بي 030 زين، هذا طبعا دري راح نتمكن من استخدامه زين. خلاص ان شاء الله راح اوديه عند متخصص زين يركب لي قاعدة هني، وقاعد هناك كان الله غفور رحيم.
عملت قاعدة جديدة مع البراغي وراح نثبتها إن شاء الله بعد ما نركب الضابط ونتأكد إنه راح يركب على هذه القاعدة. ركبت الكمبرسر أيضا على الرملات، ثلاث جهات صراحة. الحين باقي ان شاء الله راح اختبره، شغله قبل التلحين ونشوف هل هو سليم او لا، وبعدين ان شاء الله راح نلحم الكمبرسر. حنظف الوحدة الخارجية طبعا بدون الضغط، عملت وصلة بسوي لك اي طريقة توصل بين الماسورة مع الخط الراجع وايضا ماسورة الضغط على اساس انك تنظف الدائرة بدون الضغط طبعا من اي زيوت قديمة. راح ادخل غاز اولا من الخط الراجع راح يمر من هالماسورة ويدخل هني، وبعدين راح يروح للمكثف هذا او المبرد الخارجي، وبعدين راح يطلع من خط الضغط طبعا بدون وجود الكمبرسر. زيت طلع زيت، هذا اول شيء زيت طبعا زيت القديم. طبعا انا ما فتحت صراحة على الغاز بشكل كامل، هذا زيت طبعا اسود شوي شوي، خليه يطلع شوي شوي. لغاية ما يطلع غاز صافي، هذا طبعا غاز صافي وهذا زيت محروق تقريبا. سكرت على الغاز، الحين راح نتركه لغاية ما يخلص. الحين راح اضغط عليه نيتروجين
اساس اني افضي افرغ شوي او اطلع باقي الغاز صراحة. عملية ضخ النيتروجين بس نضمن عدم بقاء اي صراحة غاز. تحلم غاز راح ينزل ننتظر لغاية ما يخلص كل الغاز صراحة. طبعا نضخ غاز 22 لين فقط لضمان عدم وجود اي غاز صراحة. راح يطلع بخار او غاز متبخر لين راح نضخ غاز سائل راح يتوخر من هنا. تلاحظون طلع غاز زين. ايضا راح نضخ من الجهة العكسية طبعا. هذا غاز 22 زين. تلاحظون الماسورة تجمدت هنا. ايضا راح نضخ من الجهة العكسية من جهة الراديتر وايضا راح يطلع غاز. تحتاج انك تفحص الاقطاب لمعرفة اي هو سلك او قطب السي والار والاس موجود على الغطاء وايضا موجود على الواقي. راح يكون هذا السي ار اس فقط قبل التلحيم. تلاحظون اشتغل السحب طبعا. امورنا طيبة.
حيكون جاهز للتلحيم. من باب المعلومة صراحة راح نقيس مقاومة الملفات، طبعا هذا سي، راح نقيس ما بين السي والار والسي والاس وايضا الاس والار. نحط على المقاومة زين، راح نقيس ما بين الار ان شاء الله بس يمسك، ما بين السي والار اعطيني 2.7، ما بين السي والاس اعطيني 3.3، يعني راح يكون تقريبا 5 تقريبا 6 ما بين الاس والار، ما بين الاس والار اعطاني 6. المقاومة سليمة. طبعا في قطعة تالفة قصيتها من الراس هذا، اي قطعة تالفة قصها افضل. شوفوا يعني هذه ممكن راح تسبب مشاكل. تلاحظون اني زودت صراحة باللحم في هذه المنطقة بيب زين، هذا طبعا سحب يجب ان تضمن انه راح يكون ماسك شوي زين، المهم ما يفصل على اساس انه ممكن حتى راح يصير عندك اكسدة، ممكن راح يصير عندك تسريب. اضمن اللحام زود شوي ما عندك اي مشكلة، زيادة راح تكون مثلا في الخارج. الحين عندي مشكلة في بيب الضغط هذا، هذا طبعا تقريبا الربع وهذا 3/8، راح اشوف له حل لان الفراغ كبير صراحة، الفراغ كبير راح اشوف له توصيله. بدلت الماسورة زين لتناسب صراحة الفتحة هذه، اختبار سلامة التوصيلات واللحام راح نضغط المنظومة صراحة من الضغط نفسه نوصلها ل 350، راح يكون خط الراجع مفتوح من هذه الجهة، راح يكون خط الضغط مربوط على العدة. أمورنا طيبة ما في أي تسريب زين من التوصيلات، راح يكون الضغط جاهز للتركيب. راح نشغله نختبر خروج الهواء الضغط بشكل طبيعي صح.
داخل فاكيوم في هذه الأثناء. هركب سلك الكهرباء. تمامنا عملية توصيل وربط الأسلاك وشحنت غاز تقريبا في حدود 500 طفى. هذا صار لساعة شغال زين، وراح نكمل إن شاء الله شحنة. طبعا ما راح أشحن بالوزن، فقط أراقب أو أشوف كم راح تأخذ هذه الوحدة. راح أشحن بالضغط وأيضا بالإمبير، أشوف الإمبير كم اللي راح يوصل له. راح نشغل الوحدة حاليا زين فترة وجيزة، أو راح نركب الغطاء وبعدها راح نشغل الوحدة. الوحدة ضغط حاليا 144، راح تاخذ 3 دقائق وراح تشتغل ان شاء الله. شحنت الاسطوانة مقلوبة زين، تسمعون الصوت هذا؟ هذا الصوت عادي لاني ما ركبت الغطاء صراحة، راح اركبه بعدين. بعدين عندي الغطاء مفتوح شوي، يعني حتى لو لمسته راح يروح الصوت زين. اوكي الامبير الله يحفظكم 3.6 زين. الضغط صراحة وصلت 76، الضغط هذا راح ينخفض ان شاء الله اذا بردت الغرفة والمساحة، راح يوصل 70 ممكن 65 تقريبا، راح ياخذ وقت لكن الوضع جيد. 3.6 واحد طن، واذا راح نراقب الوحدة نشوف تقريبا شحنت في حدود 7.5 كيلو، يعني حدود 200 كيلو للأمانة. الوحدة كانت تأخذ في حدود 750، الحين أخذت 200 كيلو لأن الضغط تغير، الضغط اختلف عندنا، ممكن الضغط أكبر شوي زين، وبالتالي راح يأخذ كمية أكثر. طبعا لاحظتوا درجة الحرارة، لكن السقف حار صراحة، تلاحظون السقف 30، راح ياخذ وقت 31 لغاية ما تنزل درجة الحرارة. أرجو من الله العلي العظيم أن أكون قد وفقت في إيصال هذه المعلومة، ونلتقي معكم إن شاء الله في مقاطع أخرى نتعلم مع جمال. إذا أعجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وبدال الإعجاب، وأيضا نشر محباكم. نشوفكم على خير إن شاء الله.